السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال، الله يحفظكم ويجيكم. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم الاربعاء الخوت، يلاه فقت بالضبط، صليت ما نكذبوش على الله، فقت صليت الظهر طلعت. نتمنوا الخير والتيسير. بالنسبه للمطلقه الخوتي ان شاء الله راه غادي تاجل، راه تاجل ماشي غادي تاجل، لان قال لك نخرجوا الذكوره ونهضروا. عندي واحد شويه ديال الشعير هنا بغيتهم يدقدقوه. كيف قلنا الخوت راه بالنسبه للمطلق ان شاء الله راه تاجل، هذا ما كان راه تاجل، لان الاجواء نيت قالوا لي الناس ديال اكادير ديال سوس راه الحراره عندهم واصله 40 درجه تماك. حنا عندنا الاجواء هنا زوينه، انا بعداها غنهضروا على سله، الاجواء عندنا زوينه، عندهم الهيك كيف قلنا مدينه اكادير والنواحي الحراره طالعه، وفي اخر الاسبوع باذن الله على ما يقال والله اعلم قال لك في اخر الاسبوع ان شاء الله غدا تكون الحراره، هادشي اللي سمعنا والله اعلم راه غدا تكون الحراره. لذلك قرر المكتب التنفيذي للاتحاد السلاوي ان شاء الله قال لك غادي ياجلوا المطلق، ما غاديش يتلعب نهار السبت ولا الحد، وان شاء الله ان شاء الله انا كنقول والله اعلم ما غادي يتلعب حتى الاسبوع الداخل، هادشي اللي قلت حتى الاسبوع الداخل ان شاء الله غادي تلعب. لذا الخوت شنقول لكم، حميمات غادي نبقاو نطلقوهم مره في النهار غاب شويه عليهم وقت ما بغاو يهبطوا، هذه اول حاجه. ثاني حاجه بقى فيا الحال ملي عطيتهم داك الردوسون، واخا كلاو هما لان الردوسون ما بقاش ليا وخصني باش نبريباري الحمام، وهذا هو المشكل. واخا كنت ناقصنا في المجموعه ديال الجمعيه السلاويه الله يهدي شي بعضين ما بغاوش يفهموا، حيت نورمالمون ملي كيتاجل كتقولوا لينا راه المطلق ما غاديش يتلعب، خاصنا نعرفوا بانه ما غاديش يتلعب. انا البارح ياك غير الفيديو ديال البارح الا تصنتوا ليه راني معول على المطلق غادي يتلعب، معول عليه لان باقي ما قال لينا حتى شي واحد راه المطلق ما غاديش يتلعب. وفاش كتهضر معاهم كتسمى انت ما مزيانش ولا انت مكلاخ ولا منين كتفهم، الله يهدي البشر وصافي. هادشي اللي نقول الله يهدي، لان حنايا بغينا نسمعوا من الرئيس بان المطلق راه ما غاديش يكون نهار السبت، هذه الهضره اللي خاصها تكون. اما ما ملعوبش راه كنسمعوا بان ما ملعوبش من شحال، هذه الكلمه ديال ما ملعوبش ما كنبغوش نسمعوها، كنبغيو نسمعوا واش كاين مطلق ولا ما كاين، سالات الحفله اه ولا لا، هذا ما كان. الحمد لله كيف قلنا الخطره اليوم عاوتاني غنبازيلو ما على الشعير. بالنسبه لديك عندك الماكله ديال بحال ديبيراتيف ديك الكازاير حتى هي قول سالات، بقى منا شي كيلو كيلو ونص الله اعلم تقريبا بحال هكاك اللي كنا كنشمشو، يعني خاصني ناخذها حتى هي شويه ديال الذره البيضاء، شويه ديال الكاردي، عندي شويه ديال الكاردي، ناخذ شويه ديال الذره البيضاء، ناخذ شويه القمح حتى هو عندي الخوت، عندي لتحت القمح، عندي واحد 10 كيلو بحال هكاك ولا تقريبا نص خنشه ديال 25 كيلو عندي ان شاء الله. حنا ضروري نطلقوا الذكور يطيروا، انا الخوت الذكور اللهم بارك. شدتني الدوخه الخوت في هذه الوقفه هذه كنت جالس نطلقوهم يطيروا، لان الوقت الخوت ما كيساعدناش. كيف قلنا الوقت هما الخوت الخشوم هما هذو الخوت هما جوج، هذا لعب معايا مزيان حتى 420 وهذا مشى في لونترينمون، هذا مشى في لونترينمون، هذا علاش مشى الله حيت الغايب حجتو مع الخوت، الغايب حجتو معاه. زيدوا وليداتي زيدوا، كيف قلنا الخوت ان شاء الله غادي نبازيليهم على الشعير، يعني غادي نطلقهم يطيروا. الماء ما نكذبوش على الله غنعطيهم الماء عادي، ما غنعطيهم دابا حتى شي حاجه، غنبقى غادي ليهم دا الخوت دابا غير بالنعمه، غير بالنعمه والماء. الا كنت غندير شي حاجه كيف قلنا الخوت، الا كنت غندير لهم شي حاجه في الماء غادي نعطيهم ديال الجهاز التنفسي وداك ديال التريكومونوز طبيعيين، هذوك ما كيأثروش. هذا غادي يحبس هذا الذكر، هذا الطوبي غادي يحبس، هذا غادي يحبس ان شاء الله، هذاك هو ولد الذكر ديال الدرداري 100%. طير طير اوليدي طير، انت طير، هذا هو اللي كان مهرس،
هذا ما كان الخط غادي نعطيهم غير ماكله عاديه البازيلي ومع الشعير وواحد واحد القضيه الخوت الحميمه هما. شوف ما شاء الله راه الجو اليوم زويون الخوت، الجو راه زويون اليوم كيف قلنا اليوم الاربعاء، دابا راه هذه الثلاثه وشي حاجه. حنا نشوفوا الساعه بالضبط 12 ابريل هذه 2:56 ماشي 3 يا ربي 2:56 2:56 هما الحميمات غاديين كيلعبوا، يعني راه الجو زوين. واحد السيده جزاها الله خيرا ان شاء الله هي اللي غادي تبقى تكالي لنا الحمام الخوت نهار نهار غادي نبغي نبدا ندير الرايه للحمام، اولا النهار اللي ندير الرايه للحمام اولا النهار اللي غادي نهار اللي ولا الشعر كينوض ليا دغيا، النهار اللي غادي نغسل الماكله شي ماكله مثلا غسلتها وما نبغيش المتطفلين يجيو ليها، كاينه واحد السيده الله يجازيها بخير هي اللي غادي نديروها وغتكلف. انا اللي خاصني ندير لها نشري لها غير دره، نشري لها لبسه، نشري لها لبسه ونخليها هي اللي غتبقى تجري لي الحمام معايا. ديك السيده هي حاضره معايا هنايا في الكواليس، ان شاء الله انا غادي نبينها لكم. الله يرحم ليها الوالدين حتى هي، يعني غتقوم معنا بواحد الدور هي اللي بحال مثلا ملي غادي نبغي العام الجاي ان شاء الله غتبقى معايا، قالت لي وعدتني بان غتبقى معايا ان شاء الله حتى العام الجاي، يعني غتبقى تجري على الحمام بحال مثلا ساعه، قالت لي كون هاني الحمام ما غاديش يهبط ساعد المكانه حتى تقول لي حيد ولا تحيدني، حتى تحيدني عاد يهبط الحمام. هذا ما كان يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، نجي نوريكم هذه السيده هذه وشكروها الله. هي جالسه هنا في المكتب الله يرحم لها الوالدين، حنا غادي نحلوا المفاجاه انا الخوت نوريكم بعد الحميمات فين هما الحمام، نوريكم غير الحميمات. كانت عندي الخوت واحد الطبله زوينه ولحتها والله العظيم خصها غير من الفوق كانت ترسات ليها الدجاجه، وشوف شنو جبت باش نديرها الطبله، هذه لقيتها طايحه لتحت ولاني كلها مدقدقه نديرها الطبله وخا نفرش عليها شي كونتر بلاكيه ونبقى نحط عليها المسائل. فين هما الدكور؟ ها ماما شوف 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 الخوت تبارك الرحمن تبارك الرحمن، شوف شوف الخوت تبارك الله تبارك الله والله العظيم الا وجدوا ان شاء الله. شوف تبارك الله الحمام فين هز الخوت، كاين الطير ها هو كيدوروا عليه الخوت الشاهين، الخوت الشاهين شفتو، الخوت الشاهين شفتو، الشاهين الخوت راه هو كيطير، حيت الذكور أول مرة كيهزو هاد الهزة الخوت هما، أول مرة كيهزو هاد الهزة، واش كيبانو لكم أولا لا الله أعلم، أول مرة كيهزو هاد الهزة الخوت هومايا، ولأني راه كيدورو على الشاهين تماك الطائر، القناص. تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الله والله العظيم ما عرفتش الخوت واش شادهم ولا لا، ما علينا اجي نوريكم الخوت خليكم ها هما الحميمات. شوف تبارك الله شوف ها هو الطير، ها هو الطير فوقهم، لا الحمامه واحد الحمامه خارجه منهم عاد مالها ما مصبوغاش او لا مصبوغه لا ديالي اللي يمكن ديالي الخوت ديالي ديالي الشمس زمش اشياء عاديه الشمس هاي ديالي هاي هابطه هابطه شوف 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 كي هابطه شوفوا شكون هذا اللي هابط والله تنشوفوا شكون هو الحمام الخوت راهو غادي شتو راهو غادي تبارك الله شتو الخوت راهو غادي راهو غادي الحمام راهو فين هو؟ ها هو هو غادي وكيحدر، كاين واحد الذكر هنايا راه بان لي محدر غادي يهبط ان شاء الله. سمحوا لي الخوت الا ما شديتش لكم الحمام 100% راه هو راه هو شتو هذا بالشعير والكازاير الخوت شو الحمام تبارك الله فين علا وليني راه شاف الطير راه هو راه اللهم بارك ها هو جاي ها هو جاي وليني راه هز بزاف الخوت شي يبان لكم هنا في الشاشه ولا لا تبارك الرحمن راهو غادي يجي الرباط غادي يجي الرباط اللهم بارك يلا ما علينا خليكم مع الحمام راهو غادي نيشا نجي الرباط الخوت والله العظيم الا مشى بالله راني صايم. بالنسبه للخوت ديك السيده هي هادي هي هادي الخوت هي هادي هادي هي هي هاد السيده الله يرحم لها الوالدين هادي ان شاء الله ان شاء الله على ما اقول والله اعلم هادي هي اللي غادي السلام عليكم كي دايره لاله بخير عليك
الله يحفظك درويشه الله العظيم الا درويشه هذه ان شاء الله هي اللي غادي تبقى تخلع عليا الخوت الحمام بقى نحطها فوق الشجنه غادي ناخذ ليه دره ولا نشوف ليه لقيت شي واحد كيبيع داك لي بيروك ديال الشعر غادي نشريه ماشي مشكل الله العظيم تنقلب عليه ونجيبه ان شاء الله داك البيروك ديال الشعر الا لقيتو عند شي حد ديال العيالات غادي نركبو ليها وغادي نلبس ليها شي حاجه حويجه نسترها بعدا غادي نسترها ان شاء الله فيها واحد القنب هنايا خصني نحيدو ليها هذه راه لقيتها عند واحد الصديق لقيت عنده جوج وحده مهرسه وهذه مزيانه وقلت له طنطن قال لي راه بغينا نلوحوهم انت حيت من هنايا مضروبه الراسه مسكينه هي فايت دايره شي اكسيدون ولا شي حاجه وهنايا في اليد ديالها مهرسه مسكينه حيت غير بوليستيرال خوتها هي مهرسه من هنا ماشي مشكل انا غادي نحافظ عليها ما غاديش نديرها في الشمس هذه اول حاجه وان شاء الله نتهلا فيها الماكله نتهلا فيها باذن الله يلا الله يرحمك الله يرحم ليها الوالدين نخليوها هنا مدرقه ها الحميمة تاع الخوتها ماما حمام الخوتها هو ها هو الحمام كيف لاحظنا الخوت الحمام تبارك الله اللهم بارك تبارك الرحمن واخا ما طارش بزاف ولله الحمد واخا ما طارش بزاف الحمام طار مزيان هذا هو هابط هذا داك العرج هذا معذوره الخوت هذا معذوره وحال فمه مسكين نقدر نقولوا هذا الذكر هذا الخوت عقلوا عليه راه فيه وشيمات هذا ولد الهولندي هذا فيه وشيمات هذا ما غاديش يلعب هذا العام صافي نحيد ليه الباك مانيتيك وغنخليه يرتاح العام الجاي غادي نهزوه لبكره ولا العيون ونتمنى الخوت كيف قلنا نتمنى من لوفت دار السلام يتراجع باذن الله السنه الماضيه هذا العام هذا راه داز السنه الماضيه بالنسبة للمطلق ديال الطاوي الممتاز نتمنى أنه يرجع كنتمنى أنا فهمتيني هذا ماشي أمر وإنما أنا ماشي طلب غير طلب أنا كنتمنى أنه يتراجع لأنه جمد وعلاش الخوت لأن بنادم تيهضر بزاف النهار الأول اللي ما تلقوش لينا الخوت الحمام إلا عقلتو النهار الأول ما تلقوش لنا الحمام شحال ديال عباد الله بداو كيهضروا ألا علاش ما تلقوش لينا ورجعوا لنا الحمام لا غير يطلقوا كيف بحال إلا طالقين الصوارخ ياك ألو رجعوا الكاميو مشى فابور ماشي نقول لهم زعما مشى فابور يعني مشى ورجعوا الخلاص تخلص ورجع لي المرة الثانية والله يحفظ لينا لوفت دار السلام هذا مشى المرة الثانية ودينا حميمات ديالنا فاش تطلق الحمام في أجواء صعبة والمطلق ما نجحش ناضوا شي بعض الإخوان ماشي جزاهم الله خير الله يهديهم ناضوا بداو كيهضروا ناضوا بعض الإخوان بداو كيهضروا لا المطلق ما نجحش وهذا وأنتم عارفين المطلق كاريتي وطالقين حمامكم حيت شحال من واحد الخوت انا عرفتهم ابطال وابطال كبار وما ديكلاروش ما جاتهم حتى حمامه كل اللي مصيفط 10 الحمامات باي باي لي بيستيور ما جاتو حتى حمامه كل واحد وكل اللي مصيفط قلنا 10 كل اللي مصيفط 15 ما جاتو حتى حمامه كي بحال نقدروا نقولوا مطلق جا الحظ لعب فيه بزاف الحظ لعب فيه بحال تقول كانت واحد الموجه ديال الرياح وشي حمام تخطاها وشي حمام ما تخطاهاش هذا ما كان ونتمنوا الخير نتمنوا العام الجاي نلعبوا لان حنا نهضروا شنو كنربحوا من هذا الشيء وهو الفلوس الخوت حنايا ما غاديش نقولوا دوله فقيره وغادي نقولوا حنا الناس نقدروا نقولوا فقراء خدامين غير بواحد الصالير عادي ومعيشين معنا وليداتنا كل واحد وشحال عنده الله يحسن العوان انا الحمد لله راه عندي ثلاثه البنيات كاين اللي عنده جوج كاين اللي عنده ثلاثه كاين اللي عنده اربعه الاولاد كل واحد وكيفاش وانت خدام غير بواحد 2500 درهم شنو غدير كتسالي لك نهار 20 في الشهر وقل من 20 كتسالك 2500 شنو غدير بها ما علينا يعني ملي كيجي واحد الشخص وكيعاونك في داك الطاويل الممتاز كنا كنخلصوا الخوت راه كنا كنخلصوا ما بين 40 درهم 50 درهم الحمامه العيون وداك الشيء راه كنا كنخلصوا باقي نعقل عليها ما بين 30 درهم عندك من 40 درهم 50 درهم الحمامه هما الحميمه هما جاوا لله الحمد كيف قلنا الخوت 30 درهم 50 40 درهم 50 درهم اللي كنا كنخلصوا على الحمامه منين جا واحد الانسان وجا مسكين جزاه الله خيرا انه تعاون معنا باش تعاون معنا بداك الخلاص اننا ما بقيناش كنخلصوا 40 درهم 50 درهم ولينا كنخلصوا بعض الخطرات 10 دراهم 15 درهم هادشي اللي ولينا كنخلصوا الخوت في الطاوي الممتاز يعني هز حمامك 10 درهم الحمامه لا غلا على مسكين ولا بنادم ولاو الموالي على حتى واحد القضيه ولاو الموالي تيهزو مول 10 مول 20 مول 30 حمامه يعني كتهز 30 ب 300 درهم ولا 30 ب 9000 ريال يعني
مرتاحين كتهز حمامك مرتاح، وفي الاخر تبقى بنادم يبدا يحل فمه، وفي الاخر ها هو تجمد كلشي، وهز غدا العام الجاي سير قال فين تهز ب 40 درهم للحمامه، هز حمامه اونس ولا جوج حمامات اونس، وسير تسلف فلوسهم، وبدا تبكي ما عنديش. والله يهدي ما خلق، وصافي هادشي اللي نقولوا نتمناو الخير. يلا الخوت نتسناو الذكور يهبطوا. بالنسبه للاكل غادي نعطيهم ان شاء الله ماكله عاديه وما عاديه على ما اظن، بعد الماكله عاديه ما فيها والو غادي نعطيها. شوف الرودوسو شنو دار الخوت، الحمام فين هز تبارك الله والحمد لله الامور طيبه، كيبان الحمام حتى الجو راه مبرد، ما تنساوش راه الجو مبرد. ان شاء الله نتمناو الخير. نقدر نعطيهم الخوت داك الطبيعي برباطه وايزنغان، او ماشي ايزنغانو، ما عرفت شنو هي هذيك، كتنسى ليا الخوت، انا نقلب عليها برباطه. هذوك طبيعيين يعني، هذوك ما كيطيحوش لا بوينت وزوينين، الجهاز التنفسي والاخر نقدر نعطيهم هما. ها هما بلاتي بنيتي، اجي لهنا، حيدوا السيده هذه مسكينه، نحيدوا نحطوها تشمش. اجي بنيتي، اجي الله يرضي عليك، كنشدها من تحتها من هنا. شو درويشه ما كتهضرش كاع، والله العظيم الخوت ما كتهضر مسكينه. يلا جلسي هنا، الله يرحم لك الوالدين. صافي هايا جلسي، ها انتوما درويشه مسكينه، ها والله الا درويشه يا مسكينه، تبقى تبعدا تبقى تخلع علينا الحمام. وبعد الخطره الخوت فين غادي، لهاد الشيء راه ضايخ مع الصيام، بنادم تيكون ضايخ. بالنسبه للسبور الخوت راه هي بقات فيها هنايا، هادي راه بقات فيها نقول واحد 3 كيلو بحال هكاك ديال الصاك، والاخرى باقي فيها شويه الاخرى، نذكر لي مضروبها هوايا. بالنسبه للبرباطه ماشي افيزانا، والله العظيم تنسيت عليهم الخوت، دراك كاينين شي هايا ايروزول، هادي ايروزول نخلط لهم هادو بجوج، نلعب لهم على التريكومونوز وعلى الجهاز التنفسي ان شاء الله، هو اللي غندير لهم في الماء. يلا الله يرحم الوالدين. الخوت الا لاحظتوا هاد البرباطه هذا كيف قلنا، هذا راه طبيعي خاص بالتريكومونوز من الاعشاب الطبيعيه، كنديروا هنا عندنا خمسة ديال الملين فيترو ديال الماء، عندنا يطرونس ديال الماء غادي نديرو خمسة يعني سبعة ونص، هي هادي سبعة ونص اخوت، هي هادي سبعة ونص. وبالنسبة لهذا اللي ما غنديروش منه بزاف، هذا مجهد، هذا هنايا شحال عاطينا اخوت، هنايا كيف قلنا لا دوز عاطين يمكن جوج الملين فيترو ديال الماء على ما اظن، والله اعلم، حنا غادي نشوفوها. ها هي جوج الميليم، جوج ديال الميليم ديال الايروزول، او جوج حتى لثلاثه يطرو الماء، يعني جوج يطرو، يعني جوج الميليم في جوج يطرو ديال الماء، يعني ميليم في يطرو ميليم. هنا عندنا ايترونس نديرو ميليم ونص، صافي الله يجعل البركه، نديرو ميليم ونص، ها هو ميليم ها ونص، الله يجعل البركه. يلا الخوت نزيدو لهذا مويها ونحركو ان شاء الله، والذكوره راه باقي تبارك الله، الذكوره طايرين اللهم بارك. وغادي نعطيهم الاكل ديالهم اللي هو ديبيراتيف، ها هو الخوت، ها هو عباره على الشعير اصلا، بازين هنا على الشعير، ها انا الخوت بازين على الشعير، ها هو يعني حتى تقرب حتى يقرب الحمام ان شاء الله يتونجاجا، حيت لا باقي ما عارفينش بالضبط، على ما سمعت والله اعلم قال لك الاسبوع القادم عاد غادي يتهز الحمام. السبت والحد ما كاين والو الخوت، السبت والحد راه ما كاين لا سباقات لا والو، الاجواء راه كارثيه، وان شاء الله ميعاد حتى على ما ظنيت اما الاربع اما الخميس حتى الوسط السيمانه 100%. يلا والله يرحم لكم الوالدين، احسن حاجه في هاد العواج. بالنسبه للحمام الخوت هو غادي يهبط ان شاء الله، بالنسبه للحميمات هما يهبطوا، حنا غنزيدو نعاونوهم بالصفار. دخل 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 دخل، تبارك الله طاروا مزيان اللهم بارك، ما نقولوش بزاف الحمد لله، يعني راه ما طاروش بزاف، كيف لاحظتوا الخوت هما غيهبطوا كاملين باذن الله. ها هو بو عميره خلعهم الخوت، بو عميره الجو راه شويه مبرد اللهم بارك، الخوت الجو راه مبرد تبارك الله، الجو راه مبرد. ها
حنا نعطيهم ياكلوا دابا كيف قلنا الخوت، حنا غاديين معكم دقه دقه كيف قلنا اليوم. راه درنا اليوم الجهاز التنفسي والتريكومونونس، غادي نغيز الخوت التريكومونونس باذن الله. راه درنا الدواء درنا الانتروباغوستيدوكول ودابا غادي نبدا نعطيهم الطبيعي ان شاء الله، يعني هذا البرودوي اللي هو طبيعي. شوفوا الذكور، قولوا اللهم بارك الخوت، الله يرحم لكم الوالدين. شوفوا الذكور كي كيبانوا لكم نقيين، اللهم بارك مقادين. هي جا ودابا وجدوا. دخل 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 دخل، اما يهبطوا الاخرين يدخلوا. قدموا لهم الماكله ديالهم ونعطيهم الشرابه ديالهم. خويا امين، بالنسبه للذكر اللي عجبك راه هو ولد البلجيكي الخوت، راه هو هذا اللي كيهجطوا به، هو الوسطاني، هو هذا هو طار. دخل 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 دخل. حنا نتسناو من الخوت حتى يهبطوا ان شاء الله باش نعطيهم ياكلوا دقه وحده كاملين، باش ما يبقى حتى شي واحد بالجوع باذن الله. كان الخوت اللي بغيت نعرف شنو غادي يدير، هو اللي كيهيج فوق الصندوق هو اللي ملهيه. شفتوا باسل بزاف عندي داك الذكر، والله ما عرفت شكون والديه، ما نكذبش عليكم. لي من لي من لي راه هو راه هبط، راه هو هبط، راه هو غادي، راه هو غادي. شفتوا راه هو ولي من لي، ما عرفتش شكون هما والديه، وباسل بزاف وما تيبغيش ياكل ليا. ها هو غادي يهبط فوق سبوتنيك، هذا اللي بقى هنا الفوق بوحدو، ها هو ها هو ولي هذا في الجنب. ها هو كيف قلنا الخوت هايج بزاف اكثر من القياس، وما صيفطوش شي جوج مطالق كان فيه الفاريول، دابا راه تصفى باذن الله. حنا غادي نشوفوا هذا المطلق الجاي ديال 550 ديال اكلو، النواحي ديال الصحراء المغربيه، نشوفوا شنو غادي يدير ان شاء الله. وما كرهناش الخوت كيف قلنا، ما كرهناش يتطوعوا بعض الاخوان ونديروا شي مطلق تدريبي. انا ما كرهتش نهز حمامي شي مطلق تدريبي، بوزنيقه ولا المنصوريه، الا كانوا بعض الاخوان السلاويين باغيين يديروا مطلق تدريبي انا معاهم. نهزوا الحميمات نحركهم، لان الحمام دابا جلس 15 يوم راه بزاف عليه، وغادي يزيد سيمانه اخرى بزاف عليها الخوت. الحمام ما غاديش يبقى هز في كتافه كيف كنقولوا، غادي يعيا لينا. كيف كتلاحظوا راه دابا نيتو الحمام بحال فمو. يلا الله يرحم لكم الوالدين اللي باغي يدير شي مطلق، ان شاء الله الحميمات الاخرين ما هبطوا، بقاو جوج. دخل دخل الصبليوني، هو هبط الصبليوني كاين كيخاف، هو غيدخل، هو يدخل، هو غيدخل الصبليوني، ولله الحمد بقاو جوج الكره اللي بقاو في السما. الصبليوني هو دخل، دخل 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 دخل. كيف قلنا الخوت اللي باغي يدير شي مطلق يخبرني، جزاكم الله خير انا معكم. اما هبطوا الذكوره اللي بقاو، الواشم هذا سميتو الواشم لانه في واحد الرويشه في السيف ديالو باذن الله، هو داك الطفلي راهو اللي الفوق راهو تابعينو. دابا نمشيو نقدموا لهم الماكله ديالهم باذن الله، نقدموا لهم الماكله ديالهم اللي هي هادي، وغادي نعطيهم في الماء برباطه. دخل 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 دخل، حيت كاين شي حاجه قليله ديال الدره الحمراء الخوت غادي يلقطوها هي الاولى. كيف قلنا راه غادي يلقطوها هي الاولى، علاش حنا كنبغيو كلشي يهبط. ابا خويا امين الذكر اللي عجبك هو هذا، هو جاي عندنا سبحان الله العظيم. هذا راه عنده 550 بحال هذا المطلق الجاي، راه عنده فيه ديبلوم العام العام اللي ماشي اللي فات، اللي قبل من اللي فات. دخل 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 دخل، وضارب العيون بامتياز. دخل 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 دخل. اما الحميمات هما بداو كيهبطوا، الخوت هما دخلوا، نقولوا دخلوا ان شاء الله هما دخلوا. دخل 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 دخل، بقى شي حاجه قليله اللي بقات فوق الشجنه. الكريت راه ما كنعطيهمش الخوت الكريت، وبالنسبه للبرباطه والاخر راه غادي ندير لهم الميه ديالهم. كيف قلنا غادي نعطيهم الماء ديالهم ان شاء الله، كل واحد وشرابته الشرابه ديال الذكوره راه هي، وديال النتاوي راه باقا عندهم ان شاء الله باذن الله. واحد الحبه ديال الجلبانه ما خصهاش تضيع، هذه ما خصهاش تضيع ان شاء الله. الخوت هي الوشمه اللي فيه، شوفوا شوفوا في السيوفه ديالو. دابا شي نهار نشدو لكم، شي نهار نشدو لكم نوريكم ديك الوشمه. ها هو غادي يجي حتى لعندنا، شوف سبحان الله العظيم هو جا حتى لعندنا. شوفوا الخوت هنا، شتوها ها هي ديك الريشه بيضاء، ها هي باينه. شتوها الخوت، ها هي نسيت هي هادي، ها هي الريشه بيضاء اللي في السيف ديالو، هي على سميتو الواشم هو هذا. شتيها
هادشي علاش سميتو الواشم داك الدفلي، وان شاء الله غادي يكون فيه الخير باذن الله في الطويل والطويل الممتاز باذن الله. ان شاء الله كنقولوا حنا كنقولوا باذن الله، اللي بغاها الله هي اللي كتكون الخط في اول وفي اخر مطاف. انا شفت الذكير ديال الناس ديال تيفل، تحيه لهم من هذا المنبر. هو داك الدفلي تبارك الله راه كنتحاكرو، وسبحان الله العظيم راه كيتقاتل ويجي، ولو انه كيتعطل وذكر كيبان في المستوى زوين من ناحيه لاطاي ديالو والتقليبه ديالو، كيبان ذكر زويون غزال. نتمنوا فيه الخير ان شاء الله، راه غادي يلعب معنا هاد المنطلقات بحالو بحال خوتو. ومن بعد الا جاء العام الجاي العيون باذن الله. الصبليوني تا هو كيقعد الحمد لله، الصبليوني راه تصفى من داك الفاريول اللي كاين فيه. وبالنسبه للفاريول الخوت حمامه وحده اللي قلنا هو اللي باقي فيه الفاريول شويه، هو هذاك الذكر المهرس ما قبل الاخير. والحمد لله الحميمه تا هما كيدقدقوا الماكله. دابا نديروا واحد الفاصله الخوت، وسوف نواصل. نديروا واحد الفاصل نمشي نوكل الحلال، لان انا غادي نمشي مع الربعه ان شاء الله للخدمه. الربعه الا تعطلت، الربعه وقسم وقسمين كاع الا تعطلت، نشد الطريق للعمل. غادي نفطر ان شاء الله اليوم في الخدمه، اليوم اربعاء نفطر في الخدمه، ولينا كنديروا نهار نهار لا. هادشي اللي كاين، نمشيو نوكلوا الحلال ونشربوهم. وكلتهم في الصباح وغادي نوكلهم دابا ان شاء الله. يلا والله المستعان، والله يرحم لكم الوالدين. الخوت الذكوره راهما كلاو، الذكور كلاو، وراه حطينا لهم الماء واخا ما كيبغوش يشربوا، لانه في ديك الريحه ديال الايروزول. ايروزول فيها بحال الريحه ديال السيرو، الريحه ديال العشوب. ماشي مشكله، خلينا لهم الشرابه ديالهم تماك حتى المغرب عاد غتحيد ان شاء الله. وجاء الدور ديال الاناث باذن الله. انا الخوت كيف كتلاحظوا انتيوات ولله الحمد، كيف قلنا كاينه 32 حمامه هنا. وحده اللي ما كتلعبش لي فيها، هذيك اللي فيها الطرطاقه هي هذه، هي اللي ما كتلعبش. هذه حتى العام الجاي وغادي نلعبوها ان شاء الله. كيف العاده الحميمات يخرجوا يطيروا على خاطرهم، يخلعوا محدد شوما الخوت. النطوياج راه باقي ما نطويناش الخوت، ما نكذبوش على الله. العجز ما كاين لا لعب لا والو، ما كاين لا نطوياج لا والو. يلا الشوك يلا، ونتمنوا يبانوا الاخوان اللي باغين يديروا التدريب، لان الحمامه الخوت كيجلس بحال الكره بالعكس تينسى. اللهم نديروا شي تدريب ديال واحد 60 كيلومتر تقريبا بحال الكوك، باش الحمام يبقى شاد ان شاء الله، باش الحمام يبقى شاد. يلا بنيات يلا يلا حبايبي يلا. ايوا هادشي اللي كاين الخوت فهاد الساعه هذا، الحمد لله والشكر لله. الحميمه تما طلقناهم يطيروا، غادي يتحركوا شويه على خاطرهم كيف قلنا الخوت. اي قد العصر عاد غادي نمشي تنصلي العصر هنا في الدار. اللي قدمنا لهم الخوت هما هاد جوج برودويات، هذا والاخر. هاد الجوج هادو هما اللي قدمنا لهم، هذا وهذا. هادو على ما يقال والله اعلم انهم طبيعيين، تيقولوا طبيعيين يعني هادو ما تخافش، قال لك ما كيطيحش لا بوينت. ما بغيناش نعطيهم الماكله عاديه والمعادي كيف قال ما انت وترا ما فين كيدوروا الخوت ليه. بالنسبه للحلال فراو كلتهم وشربتهم. هذا مكان هالانسه، هي مسكينه هي معروضه عندنا، راه ما نخليكش هنايا يا بنيتي، كتبقى فيا مسكينه، راه ما نخليكش هنايا، يعني غندخلك للمكتب تباتي في المكتب. انا الخوت انت تبارك الله. والجو كيف قلنا اليوم الاربعاء، الجو الخوت راه مبرد تبارك الله، الجو راه مبرد، الجو زويون مبرد. الريحه راه ديما كونتر سبحان الله. هذا العام هذا الجو الخوت كونتر، لان الشتا يمكن كانت قليله وما غاديين بحال باغيين يمشيو عاوتاني الجهه ديال الرباط. كيف كتلاحظوا هما غاديين وكيهزوا الخوت 100% كاين الطير، لان ملي كيكون الغمام بحال هكا تيكون الطير الخوت، كيكون الشاهين ملي كيكون الغمام بحال هكا. نتوما هما غاديين وكيتهزوا، غاديين وكيتهزوا سبحان الله. هانت كيف قلنا الخوت غاديين وكيتهزوا، انا مع الشمس راهم غاديين وكيلعبوا. شوف غاديين وكيتموجوا الخوت هكا، غادي لهاد الجهه، جيت القريه وجيت مكناس، خا مكناس راه بقى في قندهار،
زعما لهاد النواحي ديال المكناس. ما شوف مازال كيتهزوا الخوت تبارك الرحمن، شوف مازال كيتهزوا يا ربي، بقاو محافظين على اللياقه ديالهم باذن الله. نتمنوا انهم يبقاو محافظين على اللياقه ديالهم، لذلك خصهم يوميا يبداو يطيروا، ونخليهم على خاطرهم الخوت بحال هكا. دابا راه كنطلقوهم طيره وحده في النهار، وغادي نعطيوهم ماكله وحده في النهار، مما نسمعوا النهار اللي غنجمعوا فيه الحمام ان شاء الله، لانهم وعدونا بانهم غادي يعطيونا التوقيت على ما يقال والله اعلم. قال لك غادي يعطيونا التوقيت بواحد اليومين قبل المطلق، غادي يقولوا لنا النهار الفلان فلان غادي يتهز الحمام ان شاء الله. تبارك الله الحمام هو راه هذا الخوت، تبارك الله يعني راه معلي مزيان، الجو راه مبرد ديال الطيران، هذا الجو الخوت ديال الطيران. شوف الحمام كي كيتموج، كيف قلنا الحمام كيتموج تبارك الله، الحمام كيتموج سبحان الله. يلا وتحياتي لكم الخوت، صافي نقطعوا هذا الفيديو باش يلا يأذن العصر ونهبطوا نصليو، راه ما غادي نجي للبحر الا بغاو يمشيو. الجو كحسيت فيه كاين واحد النسمه الخوت ديال البروده بحال تكون الضبابه، الله اعلم. نولعكم شي جوج الخوت، غنشوفوا شي جوج نولعكم فيها، خليكم معنا غنولعكم في الطاويل ديال بصح الخوت والطاويل الممتازين ان شاء الله. هي فاش غادي نولعكم باذن الله، نولعكم في الذكر ديال البطل الكبير بوشعره. والخوت حنا فاش كنقولوا بطل راه بطل بصح، ماشي كنصبغوا ولا كنطبلوا، والله العظيم ما كنطبل شي حد. خير دليل الخوت ما كنطلع حتى شي واحد نمشي ندير فيديوهات باش ما يكذبش عليا بنادم ولا يكذب عليكم بنادم، ما كنبغيش نطلع عند البشر بالعربيه. انا نوريكم لان الاخ بلاتي نوريكم كيف قلنا، هذا هو الذكر، هذا اللهم بارك، هذا راه خديته من عند بوشعره. اخوان بوشعره ابطال وابطال كبار بصح، نيت كيدخلوا عندك طانطان وعندك اخ في النير، والله العظيم الا كيضربوا في البرومي في العصبه كامله، عصبه الغرب كيضربوا البرومي، هما الوحيدين اللي كيدخلوا الحمام بالليل هما اخوان بوشعره. ها انتم شوفوا الذكر، شوفوا السيوفه ديالو كي دايرين، هذا راه ولادو لعبوا عندي العيون بالديبلوم الخوت، العيون بالديبلوم وفي الديكلاراسيون، هذا ولادو تبارك الرحمن. ذكر واعر واعر بزاف، هذا ذكر واعر، هذا باش خديتو عندهم، هذا راه ما كانش غادي يتبع. شوف السيوفه ديالو كي دايرين الخوت، شوفوا السيوفه ديالو كي دايرين، دايرين بحال الموس. ذكر واعر نيت بمعنى الكلمه ديال الطويل الممتاز، لان ولادو لعبوا معايا العيون، فرحوني الله يفرحهم. تبارك الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. ذكر واعر، شوف الدار ديالو عرفتي كي داير، ما كيتحرك لا هوك لا هوك، ودير بحال الشوكولاته قاصح. هذا ها باش خديته الخوت، علاش خديته ها ها علاش خديته، شفتو ها علاش خديته. هذا ضربوا لي بالقطيب، حيد ليه الباك ومشيت لعندو قلبت الذكر، كنلقى الذكر عرفتي كيدير، كيبان لك الذكر من التحت مسودي، تيبان لك الذكر واعر في الشده، واعر واعر، حمامه واعره باينه باينه، حمامه واعره. شديته قلبته حمقني الذكر، ها الذكر ها هو الذكر حمقني. غنوريكم حتى نتوتو الخوت، ها انتم شوف السيوفه كيف قلنا، شوف الجناح ديالو كيدير تبارك الله، داير بحال النسر، داير بحال النسر الخوت. وكاين الفرق ما بين الريشه والريشه، ماشي غير الفوق، ماشي غير دوك السيوف الفوقانيين، راه حتى الاخرين تبارك الله، يعني ذكر ذكر. انا خويا عبد الرحيم ها هو بات الذكر اللي عندك، راه ولدو مشى للصبليون الخوت، ولدو مشى للصبليون ها هو، يلا ولله الحمد. نوريكم بنتو صاحبة الدبلوم، بنتو الخوت هذه صاحبة جوج دبلومات، هذه بنتو صاحبة جوج دبلومات في الطاويل الممتاز 1046 كيلومتر، هي هذه بنتو، هي هذه بنتو. وسبحان الله العظيم شوفوا هنا في الراس ديالها، شتيها فيها واحد الريشة بيضاء، ها هي فيها ريشة بيضاء هنا في راسها، ها هي هذه اللي ضارب الهولندي. شوفوا تاهي الجناح ديالها كي دايرين، هذه بنتو، هذه راه بنتو، شوفوا الجناح ديالها راه بحالها بحال بواها تقريبا، في الجناح بحالها بحال بواها. وهذه راه كانت مرضات ليا بالشخرة وداويتها 14 يوم، وانا كنعطيها اورنيديتي وبرات سبحان الله العظيم، وضربات العيون نفس طويل، يعني الحمامة كتبقى غير تخبط تخبط، وضربات العيون العام اللي فات. وما نقولوش العيون العام اللي فات برداويه ولا هذه، الا كانت برداويه دخلها، لان شحال من واحد صيفط 24 حمامه ومدخل الحمامه منها. ها انتم الخوت سبحان الله. وغادي نوريكم واحد الحمامه اخرى خوت، هذه
شدوها لي الشنبوره وحيدوا لي الباك ورجعت لي. خليكم معايا. ها هي هذه اختها الخوت. هذه اختها. هذه اختها. هذه اختها. خوت هاد الحمامه العيونيه ديالي اختها. وشوف واحد القضيه. شوفوا رجليها. هذه كان فيها باك 2020 الخوت. حيدوا ليها الباك. حيدوا ليها الباك وطلقوها. يعني اللي شدها صاحبي. حيت راه عندنا الغدر ما نكذبوش على الله. حيت واحد النهار انا الحمامه شدوها ليا وطردقوا ليها الباك. حيدوا ليها الباك. سمعوني مزيان. شدوا ليا واحد النهار شنبور شنبور. حيدوا ليه الباك وشدوا ليه القزيبه ديالو ضربوها ليه بالمقص هكا. وداروا ليه جوج طرطاقات وطلقوه. علاش؟ كيطنزوا عليا شي بعضين. الله اعلم شكون هو اللي دارها. انا اللي غادي نقول من هذا المنبر الدعوه اللي غادي نصيفط لهاد الخاين هذا اللي كيدير هاد الشيء نقول ليه الله يهديك. والله ما نقول فيه شي حاجه اخرى. وسبحان الله العظيم هاد الحمامه شوفوا الريشه بيضاء فين عندها هي. شوفوا الريشه بيضاء الخوت فين عندها هي. شتو هي في قرفات هي بحالها بحال اختها. سبحان الله ها هي. راه ما كنكذبش عليكم الخوت راني صايم. شتي الريشه بيضاء فين عندها؟ ها هي بحالها بحال اختها. غير هادي حفيانه. هادي حفيانه. ها هي صافي. وتا هي نفس الديكور. الجناح بحالها بحال بوها تقريبا. هادي تبارك الله غتكون عيونيه ان شاء الله. هادي ها نتوما حتى في الجناح راه بحالها بحال بوها وبحال اختها. سبحان الله. هادي علاش حيدوا ليها الباك الله اعلم. وشوف الريشه وفيها فيها واحد الوشمه هنا الخوتها هي. شتيها فيها واحد الوشمه هنايا وفيها هذه الريشه بيضاء هي في راسها بحال اختها بحال اختها. وسبحان الله العظيم هاد الاخرى ديك العيونيه ضاربه الهولندي. شنو عطيني الولاد؟ عطيني دفلي فيه نقطه هنا بحال مو خارج ديال الوليدات بحال الهولندي بحال نتوما الفوتوكوبي. يلا الخوت تحياتي لكم وندخل هاد الحمام وانا معكم. الخوت تحياتي لكم وتحيه الخويا رضوان من اسفير. ما نسيتكش يا خويا رضوان. وما نساوش الاخ جهاد ولا لا صابرين حتى هي الله يرحم لكم الوالدين. راه الدنيا كلها دايزه الخوت. الدنيا راه كلها دايزه. وما نساوش الاخ عماد سعودي من مكناس. خويا عماد سعودي من مكناس. واللوفت رضوان. اللوفت رضوان هو هذاك من اسفير. اللوفت رضوان من اسفي الله يحفظك ويجيك. وما نساوش البطل الكبير قاش ابو رباب وخويا سمير وخويا البشير. وكيف قلنا الاخ عماد الحميمه تما غادي يهبطوا الخوت مع القلب هذاك ونبدا نهضر. راه ما كنهضر على التليفون لا والو غاب فمي الخوت. داكشي عندي هنايا اللي عقلت عليه. كيف قلنا الحميمه تما غادي يهبطوا. وتحيه لخويا عماد من مدينه التماره الله يجيب لك الشفاء خويا عماد. هذا مكان. والاخ ديالو امين تحيه ليه من هذا المنبر. وتحيه لخويا صلاح من هولندا وخويا سفيان من الانجليز. وما نساوش الاخ ديالي الفورات علي من مدينه سلا وخويا سفيان من حين بيعات خويا عمر من مدينه الدار البيضاء. والله ما يسر ولا تعسر. كيف ما قلنا الحميمات غادي يهبطوا وغادي يضربوا ان شاء الله ماكله عاديه ديالهم اللي فيها اكثريه ديك الشعير حتى نشوفوا النهار اللي غادي يطلقوا لنا الحميمات ان شاء الله. هذا مكان. وخويا عزيز خويا عزيز من السعودية من دولة الدولة العربية الشقيقة اللي هي السعودية. ها الحميمة تما يبدو هبط. دخل 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 دخل. موجدتش ليهم كاع الأكل ديالهم. والحاج توفيق من حي السلام الله يحفظك ونجيك. خويا عبد الناصر من ألمانيا وكاع الناس اللي كيبغونا في الدول العربية ولا في الدول الأوروبية. حميمة تما تبارك الله راه في صحة جيدة والله ما بارك. كيف لاحظتوا الخط ما كنزير عليهم حتى شي حاجة. خويا وحيد وخويا يوسف من جمهورية التشيك. خويا رشيد من إيطاليا. والإخوان كاع اللي كيبغيونا. خويا عمر كيف قلنا من الدار البيضاء. خويا رشيد من الدار البيضاء. كاع الإخوان اللي كيبغيونا في الدار البيضاء الله يرحم لهم الوالدين. وهذا مكان. ونتمناو الخير والتيسير الخوت بإذن الله والله المستعان. يلا خويا عزيز فضلي راه ما نسيتكش انت الله يحفظك وينجيك. الحميمات الخوت غادي يهبطوا ان شاء الله. ها هما حنا غادي نوجدوا لهم الاكل. يلا الخوت الى فيديو قادم بحول الله. خليكم هاد اللقطه كتعجبني في هبوط الحمام. الماكله راه باقي ما وجدتش لهم. البانيو هو باقي خاوي. الماكله باقي ما وجدتش لهم. دخل 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 دخل. اللي هبط الخوت هما اللي هبطوا. هبطوا اربعه ديال النتيوات اللي هبطوا اربعه. اما يهبطوا هادو اللي قلنا
اما هبطوا ولله الحمد ولله الحمد اما الخوت هبطوا اما الخوين اما يهبطوا اما جايين. دخل 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 تبارك الله تبارك الرحمن وما هبطوا كاملين. دابا نسدوا الباب وغادي نعطيهم الاكل ديالهم ان شاء الله كيف لاحظتوا. ومن ناحيه الماء راه غادي نعطيهم المياه ديالهم حتى هما كيف العاده الايروزول بربطة والايروزول باذن الله. يلا الخوت الى فيديو قادم بحول الله. وكاع اللي كيتبعنا الله يرحم ليه الوالدين من هذا المنبر ورمضان مبارك سعيد يا رب تكمل علينا بهاد العشر الاواخر ديال رمضان بالهنا والصحة وراحة البال والغفران يا ربي امين. اهم حاجة وهي الغفران. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميمة هما كاملين هبطوا الخوت. شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.